بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الآن درس إني رأيت نملة. نقرأ النص أعزائي التلاميذ. إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال، لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال، نادت على أخت لها تعينها فالحمل مال، لم تستطيع حمله، تذكر قولا يقال: تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال، نادت على إخوانها جاءوا جميعا بالحبال، جروا معا طعامهم لم يعرفوا شيئا محال. إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال، لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال. كلمة حيرة معناها اضطراب وتردد، الجبال جمع جبل. المعنى: رأى الشاعر نملة تقف في حيرة واضطراب لأنها لم تستطع وحدها أن تحمل هذا الطعام الثقيل على ظهرها. الجماليات: في حيرة بين الجبال، تعبير جميل بيشير إلى موقف النملة وهي متحيرة لأنها بمفردها وسط الجبال والطعام الثقيل على ظهرها. إني رأيت نملة، تعبير يدل على قوة ملاحظة الشاعر. نادت على أخت لها تعينها فالحمل مال، لم تستطيع حمله، تذكر قولا يقال. تعينها أي تساعدها، مال كاد أن يسقط وكاد أن يقع، الحمل ما يحمل على الظهر. فنادت النملة على أختها لأن الحمل الذي تحمله مال وكاد أن يقع، فجاءت أختها، وأيضا لم يستطيع معا هي وأختها حمل الطعام لأنه طعام ثقيل، فتذكر معا قولا سمعوه من قبل ومقولة سمعوها من قبل. الجماليات: نادت على أخت لها، تعبير يدل على أهمية التعاون. الحمل مال، تعبير يدل على ثقل الحمل فوق ظهر النملة. تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال، نادت على إخوانها جاءوا جميعا بالحبال. الوصال معناها الحب والتعاون، جاءوا أي حضروا، والمعنى هنا أنهم تذكروا أن التعاون والحب يأتي بالخير، فنادت النملة على باقي النمل على باقي إخوانها فحضروا جميعا وأحضروا معهم الحبال لكي يساعدوها على حمل الطعام. نادت على إخوانها فحضروا جميعا بالحبال. الجماليات: تعاونوا جميعكم، أسلوب يفيد النصح والإرشاد، أسلوب أمر يفيد النصح والإرشاد. الخير يأتي بالوصال، تعبير يدل على أثر التعاون في الإتيان بالخير لأن في التعاون كل الخير. جروا معا طعامهم لم يعرفوا شيئا محال، جروا معناها شدوا وسحبوا، محال معناها مستحيل. المعنى: أحضروا الحبال وشدوا معا طعامهم بالحبال، فالنمل متعاون معا وليس أمامهم شيء مستحيل ما داموا متعاونون. الجماليات: لم يعرفوا شيئا محال، تعبير يدل على العزيمة والإصرار عند النمل. معاني المفردات أعزائي التلاميذ: كلمة حيرة معناها اضطراب وتردد، نادت معناها صاحت بأعلى أصواتها، تعينها معناها تساعدها، الحمل ما يحمل على الظهر ونحوه، والجمع أحمال أو حمول. الوصال معناها التآلف والتواصل، جروا معناها سحبوا، محال معناها مستحيل. من جمال التعبير في النص هنا التجميع لكل جماليات التعبير في النص: إني رأيت نملة، تعبير يدل على قوة ملاحظة الشاعر. في حيرة بين الجبال، تعبير جميل يشير إلى موقف النملة وهي متحيرة لأنها بمفردها. نادت على أخت لها، تعبير يدل على أهمية التعاون. الحمل مال، تعبير يدل على ثقل الحمل فوق ظهر النملة. تذكر قولا يقال، تعبير يدل على أهمية الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين في حياتنا. تعاونوا جميعكم، أسلوب أمر يفيد النصح والإرشاد. الخير يأتي بالوصال، تعبير يدل على أثر التعاون في الإتيان بالخير. لم يعرفوا شيئا محال، تعبير جميل يدل على العزيمة والإصرار عند النمل. خلاصة الدرس أعزائي التلاميذ: إني رأيت نملة، رأى الشاعر نملة تقف في حيرة بين الجبال لأنها لم تستطع أن تحمل الطعام فنادت على أختها، حضرت أختها ولم تستطيع معا حمل الطعام فنادت على أخواتها، حضرت أخواتها وجروا الطعام بالحبال. نتعلم من الدرس التعاون والحب ومساعدة الآخرين. اقرأ الأبيات ثم أجب. ما القول الذي تذكرته النملتان؟ تذكروا قولا يقال: تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال. ما الذي تتعلمه من قصة النمل مع إخوانها؟
نتعلم من قصة النمل مع إخوانها التعاون والنظام والإصرار، وأنه لا يوجد شيء مستحيل ما دمنا متعاونون. لماذا نادت النمل على أخت لها؟ نادت على أخت لها لكي تعينها على حمل الطعام، لأن الحمل مال وكاد أن يقع من على ظهرها. كيف كان حال النملة بين الجبال؟ كانت تقف في حيرة واضطراب لأنها وحدها والحمل مال والطعام ثقيل. اقرأ البيت ثم أجب. نادت على إخوانها جاءوا جميعا بالحبال. استخرج من البيت حرف وفعل وبين نوعه، تنوين وبين نوعه، جمع واذكر مفردة. نطلع حرف، مين يطلع لي حرف من البيت؟ ندور في الحرف كده في البيت مع بعض على حرف. أيوة، على، وعندي كلمة الباء، حرف الباء في كلمة بالحبال. فعل وبين نوعه. أيوة، مين يطلع فعل؟ نادت وجاء، إنها أفعال ماضية. تنوين، تنوين وبين نوعه. أيوة، كلمة فيها تنوين، من يطلع كلمة فيها تنوين من البيت؟ جميعا، والنوع هنا تنوين بالإيه؟ تنوين بالفتح. ولاحظ أن تنوين بالفتح يا أعزائي التلاميذ بيتحط على الحرف اللي قبل الألف مش على الألف. جمع واذكر مفرده، جمع الحبال والمفرد بتاعه الحبل. اقرأ النص ثم أكمل. مشكلة النمل، مشكلة النمل هي ايه؟ مشكلة النمل، مين يقول لي مشكلة النمل هي ايه؟ ايوه، حمل الطعام، عايزة تشيل الطعام وتحمل الطعام على ظهرها ولكنها لم تستطع. طب سببها؟ سببها انها لم تستطع حمل الطعام لانه ثقيل. يمكن حلها امتى؟ يمكن حلها عندما، ايوه صح، عندما تتعاون مع اخواتها. نتعلم من النملة، من النملة هنا ايه؟ نتعلم من النملة التعاون والمحبة ومساعدة الاخرين. على ما يدل كل تعبير من التعبيرات التالية: الحمل مال، تعبير يدل على ثقل الحمل فوق ظهر الحمامة. تذكر قولا يقال، أيوة، تعبير يدل على أهمية الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين في حياتنا. تعاونوا جميعكم، هذا أسلوب أمر يفيد النصح والإرشاد. إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا لنهاية درسنا الحالي، ومع نفهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.